القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحياناً الأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. لم يفصل الحاج شعيب واكتفى بالقول لولده مصطفى في خلوتهما تلك في منزل العائلة بديسلدورف: اتصل بعمك منصور وسيخبرك بالتفاصيل. عدا ذلك لم يقل الشيخ شيئا، إذ كان المرض قد أنهكه. يتذكر مصطفى تلك الوصية، يود لو أن والده استطاع قبل أن يفارق الحياة أن يعطيه بضع معلومات أخرى. وصية الحاج أمزيان: في 5 شتنبر من العام 2000 توفي في ديسلدورف بألمانيا عن سن تناهز 68 عاما الحاج شعيب أمزيان. أمضى الرجل الذي ينحدر من الناظور زهاء 43 عاما في ألمانيا. كل أولاده 5 ولدوا هناك في ديسلدورف وترعرعوا بها. أكبرهم مصطفى أنهى منذ 5 أعوام دراسته في الهندسة المعمارية، بينما كانت شقيقته لويزا التي تصغره بعامين قد أنهت دراستها في الاقتصاد وحصلت على وظيفة في أحد المصارف. الأبناء الأصغر عبد الحميد وعليا ويونس كانوا يتابعون دراستهم في الطور الثانوي. كانت الأم الحاجة فاطمة ربة بيت بامتياز، لم يسبق لها أن اشتغلت خارج بيتها، وكانت كل علاقاتها مع نساء من الجالية المغربية وبضع نسوة عراقيات وتركيات. عدا ذلك لم تكن تخفي سعادتها حين كانت تأتي رفقة زوجها لقضاء عطلة الصيف في الناظور، حيث بنى بيتا من 3 طوابق. قبل أن يودع الحاج شعيب هذه الدنيا أوصى أولاده بأن يظل كل منهم سندا للآخر وأن يعتنوا بوالدتهم. عدا تلك الوصية التي وجهها لكل أبنائه وبناته، خص الحاج شعيب ولده الأكبر مصطفى بوصية لم يطلع عليها آخرين. تولى الابن الأكبر للمرحوم الإجراءات الخاصة بنقل جثمان الأب إلى مدينة الناظور ليدفن بجوار أفراد عائلته. استغرق الأمر 10 أيام. في 16 شتنبر، في ساعة متأخرة من الليل، حطت بمطار وجدة الطائرة القادمة من دوسلدورف وعلى متنها الجثمان. كان في انتظار مصطفى ووالدته 4 أفراد من بني عمومته. كان الفجر يقترب لما انطلق الموكب الجنائزي من مطار وجدة إلى الناظور. انتشر الخبر. وجد مصطفى أن منزل العائلة هناك في حي ولاد بوطيب يغص بأفراد العائلة الذين قدموا من مليلية ومن مدن أخرى، وأعلن أن المرحوم سيوارى الثرى بعد صلاة الظهر. رأى مصطفى في ذلك اليوم وجوها لم يرها منذ سنوات بعيدة. لم يكن قد زار الناظور منذ ما لا يقل عن 15 عاما، ورأى وجوها لم يجد لها حضورا في ذاكرته، وسمع أسماء لم يسمع بها من قبل، وتعرف على أبناء خالات وأبناء أخوال وأعمام. الأيام 3 التي تلت دفن الحاج شعيب أمزيان كانت تنتهي بحضور مكثف للطلبة يقرؤون من القرآن أجزاء ويرددون من الأمداح النبوية قصائد كنهج البردة. بعد اليوم 3 لم يبق في المنزل سوى الأقرب من بين الأقارب، ومنهم أخ غير شقيق للحاج شعيب يدعى منصور. كان مصطفى يتحين الفرصة ليخلو بعمه ذاك الذي كان أصغر أعمامه على الإطلاق. كان الجد قد تزوج في خريف العمر من امرأة شابة ولدت له منصور الذي كان في 55 من العمر، لم تلد بعده إذ ألم المرض بالجد ولم يمهله طويلا. يبدو أن الحاج شعيب أوصى ابنه باللقاء بمنصور. كان قد تحدث له عن أرض فلاحية في أطراف الناظور اشتراها منذ سنين بعيدة في أواخر 70ات القرن الماضي. لم يفصل الحاج شعيب واكتفى بالقول لولده مصطفى في خلوتهما تلك في منزل العائلة بديسلدورف: اتصل بعمك منصور وسيخبرك بالتفاصيل. عدا ذلك لم يقل الشيخ شيئا، إذ كان المرض قد أنهكه. يتذكر مصطفى تلك الوصية، يود لو أن والده استطاع قبل أن يفارق الحياة أن يعطيه بضع معلومات أخرى.
لا أحد يعلم بقصة تلك الأرض، لعله اشتراها في غفلة من زوجته التي كانت تعارض كل استثمار له في الأراضي الفلاحية النائية. عصر اليوم الرابع بعد دفن جثمان الحاج شعيب، طلب مصطفى من عمه منصور أن يخصص له وقتا ليتباحث معه في أمور هامة. لم يبد العم أي معارضة، ووعد ابن أخيه باللقاء بعد صلاة المغرب. لم يكن مصطفى يعلم لعمه حرفة محددة، فمن فلاح يتولى حرث الأراضي التي ورثها مع إخوته عن أبيهم إلى تاجر في الغلال المختلفة إلى سمسار، ذاك هو مساره المتداول بين أفراد العائلة. كان للرجل 6 أولاد، منهم بنتان، لا يدري مصطفى ما الذي يفعلونه. بعد مغرب ذلك اليوم جاء العم منصور إلى منزل أخيه الراحل، كان مصطفى ينتظره. آويا إلى غرفة في الطابق الأعلى، أغلق مصطفى الباب بإحكام وقال: اسمح لي يا عم، ربما أخذت من وقتك لحظات ثمينة. ضحك منصور فانكشف الفراغ الذي خلفه فقدانه أضراس فكه الأسفل، ثم قال: أنت ابن أخي، وبعد وفاة أخي أنت أخي الأصغر. لم يكن ليخفى على مصطفى التأثر الذي طبع نبرته. في النهاية هو رجل فقد شقيقه الأكبر الذي كان ربما يوفر له الكثير. شكرا لك يا عمي. الموضوع الذي أريد أن أحدثك فيه هذا المساء كان وصية من والدي. قبل أن يرحل إلى دار البقاء قال لي إنه اشترى أرضا في نواحي سلوان، وإنه أمنك عليها ووكلك للقيام بإجراءات تحفيظها. لم يذكر لي رحمه الله تفاصيل، وقال لي أن أطلبها لديك يا عم. كان منصور ينصت باهتمام، لاحظ مصطفى أنه لم يكن اهتماما خاصا، بدا وكأنه يستمع إلى قصة مل من سماعها، ثم نطق: أنا لا أعرف عن أي أرض تتحدث، لا علم لي بأن أباك اشترى أرضا قرب سلوان. صمت قليلا ثم أردف: ربما حدثك الحاج عن شخص آخر. في كل الأحوال أنا مستعد لمساعدتك إن أحضرت الأوراق التي تثبت أن والدك اشترى تلك الأرض. لم يعقب مصطفى، كانت قوية الصدمة التي أحس بها. يتساءل: هل يعقل أن يكون وقع للحاج خلط بين الأشخاص؟ هل يعقل أن يكون نطق خطأ اسم شقيقه منصور؟ لما أوصى بما أوصى به كان لا يزال في كامل قواه العقلية. يذكي كلام العم الريبة والشك في النفس. اكتفى مصطفى بأن ذكر عمه بأن والده لما حدثه عن أرض سلوان كان يعني جيدا ما يقوله، أضاف أنه سيبحث في أمر الأوراق. انتهى ذاك اللقاء الذي حاول كثيرون ممن كانوا حاضرين في البيت الوصول إلى موضوعه. ذاك المساء لم يرغب العم منصور في البقاء لتناول وجبة العشاء مع من لا يزالون في البيت. ظن مصطفى أن والده قد يكون ترك الأوراق التي تثبت ملكيته لتلك الأرض في جملة الأوراق التي كان يحتفظ بها في دولابه هنا في النظور. لما ذهب ينقب عثر على عدة ملفات، ولكنه لم يكن يقرأ العربية. الرد الذي تلقاه من عمه منصور جعله يتوخى الحذر، وكذلك قرر أن يمضي إلى محام يطلب منه أن يبين له ما تحتويه تلك الوثائق التي عثر عليها. لم يكن في جملتها تخطيط أو تصميم، ورقة وحيدة تم اكتشافها وتحيل على تلك الأرض التي اشتراها والده. كانت نسخة من توكيل يفوض فيه الراحل الحاج شعيب أمزيان لشقيقه منصور أمزيان القيام بكل الإجراءات المتعلقة بتحفيظ تلك الأرض. في تلك الوثيقة مراجع تحيل على رقم مطلب التحفيظ. أوضح له المحامي أن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال إثباتا للملكية أو إلغاء لبيع قد يكون حدث لاحقا بين والده وشقيقه. الوقت يداهمه، عليه أن يعود إلى ألمانيا لاستئناف عمله، وعلى الآن بأن تلك الأرض التي تحدث عنها والده صارت ذات قيمة عقارية رفيعة، وأن التخلي عنها يعني التخلي عن حقوق مشروعة لورثة الحاج شعيب. وللمرة الأولى فاتح مصطفى والدته في موضوع هذه الأرض، قال لها إنها كانت موضوع الوصية التي خصه بها دونها ودون إخوته.
تذكرت الحاجة فاطمة أنها كثيرا ما كانت تدخل في خصام مع الراحل، لأنه كان في كل مرة يتوفر لديه قدر من المال يريد أن يستثمره في أراض فلاحية لم يكن زمنئذ يظهر لها مستقبل واضح أو فائدة تجنى منها. ثم تذكرت أنه كان يحتفظ معه هناك في دوسلدورف بألمانيا بملف يودعه كل ما يتعلق بأموره هنا في المغرب. بالنسبة لمصطفى فإن ما قالته والدته قد يوفر له ما يستند إليه في إثبات حق لا يريده أن يضيع. عاد مصطفى ووالدته الحاجة فاطمة إلى دوسلدورف للمرة الأولى. تدخل الحاجة بيتها بعد أن وري الحاج شعيب أمزيان مثواه الأخير في الناظور. لم تستطع مقاومة دمعها، بكت في صمت وهي تعانق أبنائها وبناتها تباعا، لويزا وعبد الحميد وعالية ويونس. لم تسعفهم ظروف العمل والدراسة لحضور جنازة والدهم. في البيت أفراد من العائلة جاءوا من هولندا وفرنسا. كانت أجواء حزينة تلك التي خيمت على شقة عائلة أمزيان. لم يكن مصطفى الولد الأكبر بمنأى عن تلك الأجواء الكئيبة، ولكنه كان يفكر فيما بعد رحيل الحاج. قضايا كثيرة سيكون عليه أن يتولى معالجتها باسم أمه وإخوته. تبدو له قضية تلك الأرض التي اشتراها الراحل قرب سلوان أكثرها تعقيدا. العم منصور الذي أوصاه والده بالاتصال به ليعلم تفاصيلها نفى أن يكون على علم بأن المرحوم الحاج شعيب اشترى قطعة أرضية ما في سلوان أو قريبا منها، ولكن اكتشاف نسخة من توكيل فوض بمقتضاه لشقيقه منصور القيام بإجراءات تحفيظ تلك الأرض أدخله في حالة شك في صفاء طوية العم منصور. عليه الآن أن يختار الوقت المناسب ليطلب من والدته المكلومة تلك الوثائق التي قالت إن والده كان يحتفظ بها معه في مهجره. لم يتسن له ذلك سوى أسبوع بعد عودتهما من المغرب. كانت 3 ملفات أودعها الراحل محفظة جلدية صغيرة، بدت الأوراق بداخلها مرتبة، 3 ملفات بألوان مختلفة. اكتشف مصطفى في أحدها وثائق تخص التأمين الصحي، وأخرى هي نسخ من ملفات طبية قديمة، في ملف آخر وثائق بنكية. لم يكن مصطفى يجد صعوبة في قراءتها، ولكنه مرة أخرى اصطدم بجهله العربية وهو يفتح الملف الأخير. كانت به أوراق مكتوبة بالعربية. يتعين عليه الآن أن يجد من يجيد العربية ليكشف له مضامينها. لم يكن أمامه من بديل عن خالد أستاذ اللغة العربية الذي يقدم لأبناء الجالية في دوسلدورف دروسا في اللغة والقرآن. كان شابا تونسيا انتقل منذ فترة للعيش في دوسلدورف بعد سنوات أمضاها في مدينة أخرى. في جملة الأوراق التي كانت في ذلك الملف نسخة لوثيقة عدلية تتعلق بملكية قطعة أرضية، ولكن خالد قال إنه لم يتمكن من الوقوف على ذكر لاسم شعيب أمزيان في تلك الوثيقة التي تحدثت عن قطعة أرضية في أحواز الناظور. الأسماء التي ورد ذكرها تخص أشخاصا يملكون قطعا أرضية مجاورة، واسم شخص قد يكون هو المالك الأصلي لتلك القطعة الأرضية. اكتشفت أيضا نسخة أخرى للتوكيل الذي بمقتضاه يكلف شعيب أمزيان شقيقه منصور أمزيان بإجراءات التحفيظ العقاري. كاد خالد يفرغ من قراءة ما في ذلك الملف من وثائق لما وقع على نسخة عدلية تتعلق بشراء القطعة الأرضية. كانت نسخة طبق الأصل بتاريخ يوليوز من العام 78 900 وألف، وقد ورد فيها ذكر لحدود تلك القطعة الأرضية. رأى مصطفى أن الطريق أصبحت سالكة للوصول إلى حق مشروع. أيقن الآن أن عمه منصور كان يكذب عندما ادعى أنه لا علم له بالموضوع، وقرر أنه بعد الآن لن يتصل به و
وسيعمل بمفرده وبمساعدة محام على الوصول إلى حق عائلته. يتعين عليه التنقل إلى المغرب. في عطلة أعياد الميلاد أواخر ديسمبر كان مصطفى في الناظور، وقد فاجأ وجوده عددا من الأقارب. في اليوم التالي لوصوله مضى إلى مكتب المحامي الذي كان قد ساعده في كشف مضامين بعض الوثائق التي عثر عليها في بيت العائلة في الناظور. اتفق معه على الإجراءات التي يجب القيام بها والوثائق التي يتعين توفيرها. كان مصطفى على موعد مع المحامي في 2 يناير من العام 2009، وكان يوم جمعة، ولكنه لم يحضر في الموعد المتفق عليه. لم يكن في الأمر ما يثير الانتباه. ظن المحامي أن زبونه الجديد سيزوره يوم الاثنين، ولكنه لم يأتي، ولم يأتي في الأيام التي تلت. في ديسلدورف في منزل أمزيان خيم القلق منذ 3 أيام. منذ وصوله إلى الناظور لم يتصل مصطفى سوى مرة واحدة أبلغ فيها والدته بأنه اختار محاميا لمتابعة الموضوع. كان المرتقب أن يعود في 7 يناير، ولكنه لم يعد. حاولت شقيقته لويزا عبثا الاتصال به على رقم هاتفه الألماني. اتصلت أمه بعمه منصور تسأله عما إذا قابل مصطفى، ولكن الرجل رد بأنه لا علم له بوجود ابن أخيه في المغرب. كان في رده ما يبعث على الاستغراب. مر 2 أسبوع على اختفاء مصطفى بن شعيب أمزيان. عادت الحاجة فاطمة إلى الناظور ترافقها ابنتها لويزا. أثبت لهما أفراد من عائلتهما أن مصطفى شوهد أكثر من مرة وهو يغادر المنزل. كثيرون ظنوا أنه عاد إلى ألمانيا لما اختفى. لاحظت لويزا أن العم منصور لم يكن يبدو منشغلا لهذا الاختفاء المفاجئ لابن أخيه. منذ أن وصلت هي وأمها وشروعهما في البحث عن مصطفى لم يزرهما سوى مرتين، ولم ينطق مرة واحدة بما ينبغي القيام به أو أن يرافقهما لطرق الأبواب التي قد يأتي منها خبر. أبلغت الحاجة فاطمة الشرطة باختفاء ولدها مصطفى في ظروف غير واضحة تماما، بينما كان يحاول ترتيب الأمور مع محام لتصفية موضوع قطعة أرضية هي مما تركه الراحل شعيب أمزيان. كانتا تستعدان للعودة إلى ألمانيا لما طرق بابهما يوم 25 فبراير رجل قال إنه موفد من قبل المحامي الذي وكله السيد مصطفى أمزيان. كانت المرة الأولى التي يتاح لهما فيها اتصال مع المحامي الذي لم يكن أحد يعلم من يكون. استقبلهما صبح اليوم التالي، وقد أبلغهما بأن مصطفى لم يعد إلى مكتبه منذ أن اتفق معه على متابعة قضية القطعة الأرضية. علم منهما أن مصطفى لم يعد إلى ألمانيا. كانت التحريات قد انطلقت تأسيسا على البلاغ الذي تقدمت به الحاجة فاطمة لدى مصالح الشرطة. ما كانت المعلومات التي تم الحصول عليها من إفادات بعض الجيران من الوصول إلى أن مصطفى شوهد للمرة الأخيرة وهو يدخل منزل عائلته مساء يوم الخميس الذي صادف الفاتح من يناير. شاهدان على الأقل قالا إنهما رأياه في حدود 7 مساء. مصدر وحيد قال إنه رأى منصور عم مصطفى يطرق الباب صباح اليوم التالي. بعدها لا خبر. علمت لويزا وأمها من المحامي الذي كان قد وكله مصطفى بأن القطعة الأرضية مسجلة باسم شخص يدعى علي بن بوعزة. شدهت الحاجة لما سمعت الاسم. قالت إنها تعرف الرجل وإنه صهر منصور أخي زوجها. في الوثائق التي تضمنها الملف عقد بيع يفيد بأن البائع هو شعيب أمزيان. بالنسبة للويزا وأمها ليس في الأمر شك، العقد زائف. أبلغت لويزا الشرطة بما تم اكتشافه، وقالت إنها تظن أن في الأمر ما يفيد التحقيق حول اختفاء شقيقها. لما استدعي منصور إلى مفوضية الشرطة وأبلغ بسبب استدعائه، ظل يحوقل ويعيد مستنكرا ما تزعمه ابنة أخيه وأمها.
تم الاستماع إلى صهره علي بن بوعزة، كان رجلا فلاحا، قال إنه اشترى القطعة الأرضية من المرحوم شعيب وأدلى بنسخة من عقد البيع. وضع الرجلان تحت المراقبة، واكتشف الباحثون أن منصور يملك منزلا غير بعيد عن منزل أخيه في نفس حي أولاد بوطيب. لاحظ الذين تولوا المراقبة أن ذلك البيت لم يكن يسكنه أحد. لاحظوا أيضا أن أحد أبناء منصور يمضي إلى هناك كل مساء يحمل في يده كيسا صغيرا. كان تنقله اليومي ذاك إلى ذلك المنزل مبعث شكوك قوية. قرر المشرفون على تحقيق اقتحام ذلك البيت ومباغتة ابن منصور في اللحظة التي يفتح فيها الباب. تم ذلك مغرب الرابع من مارس. حاول ابن منصور الذي علم لاحقا أن اسمه عزيز أن يصد رجلي الشرطة اللذين قاما بعملية الاقتحام. أقفل الباب لما صار معه في الداخل، صفضاه بسرعة، ثم بدأ يفتشان الغرف. لم يطل البحث، في غرفة صغيرة في عمق الدار اكتشف شخص ربط بسلاسل حديدية إلى وتد من حديد. كان هزيلا وغطت وجهه لحية كثة، ما أن رآهما حتى هم بالنهوض يريد الفرار، ولكن السلاسل الحديدية حالت دون وقوفه. أنار ضابطنا الغرفة: هل أنت مصطفى؟ لم يرد، وظل ينظر إلى الرجل الذي سأله. اتصل أحد الضابطين برئيس المحققين مبلغا عن اكتشاف رجل يعتقد أنه مصطفى أمزيان. نقل إلى المستشفى حيث أمضى الليل وفحصه طبيب، كان يرفض الحديث. في الغد أحضرت إلى المستشفى شقيقته لويزا، سمعا يتحادثان بالألمانية. بعد 3 أيام تم الاستماع إليه. حكى أن عمه منصور جاءه في البيت وطلب منه مرافقته إلى منزله، إذ كان يريد أن يحدثه في موضوع القطعة الأرضية. ولما دخل ذلك المنزل وجد هناك أحد أبناء منصور لم يكن يعرفه، فاجآه بأن كبلاه ثم لاحقا ربطاه بسلاسل حديدية. قال إن ابن منصور كان يأتيه كل مساء ببعض مما يفضل عنهم من طعام في البيت. لما اعتقل منصور وهو يحاول الهروب إلى مليلية المحتلة، اعترف بأنه احتجز ابن أخيه حتى لا يفتضح أمر التزييف الذي قام به لتملك القطعة الأرضية. سهره علي بن بوعزة أقر بأنه قبل أن يلعب دور المشتري لقاء 1000 درهم. وقفة شواء في العرجاء. في الطريق إلى فاس توقف عبد القادر خروب ظهر 10 أبريل من العام 2007 في العرجات. كان برفقة زوجته رشيدة ووالدته الحاجة يمنى التي تقدم بها العمر. ركن سيارته ونزل الثلاثة يريدون إلى مطعم لتناول بعض اللحم المشوي وأخذ قسط من الراحة. الثلاثة انطلقوا من تطوان مع تباشير الصباح. بصر عبد القادر بطاولة لا أحد يجلس إليها، وقد راقه أنها على الرصيف، وأنه سيكون بإمكانه أن يتناول طعامه دون أن تغفل عيناه عن سيارته الجديدة. كان قد اشتراها منذ أقل من عام وكان سعيدا بها. ظل ممسكا بيد أمه حتى أبلغها الطاولة وأجلسها كرسيا. جلست زوجته ومضى هو ليطلب لحما مشويا وبراد شاي. الوافدون على تلك المطاعم أغلبهم يفضلون تلك الوجبة. وما لبث أن عاد إلى مكانه، أتى بقنينة ماء معدني وصب منها في كأس لوالدته. رن هاتفه فعجل بالرد. ستعلم زوجته بعد أن ينهي المكالمة أن الذي اتصل هو إدريس الذي يتولى إدارة المحل التجاري الذي يملكه عبد القادر في الفنيدق. منذ 4 أشهر أبدت الحاجة يمنى رغبة في زيارة ضريح مولاي إدريس في فاس. وعدها عبد القادر بأنه سيلبي طلبها. كان عليها أن تنتظر حلول فصل الربيع حين تعتدل الحرارة وتتشح الأرض بالأخضر وتتزين بالأزهار مختلفة الألوان. الحركة رائجة ظهر ذلك اليوم في العرجات، لم يسبق لعبد القادر أن توقف بها من قبل،
وقد حدثه عنها زبون قديم تطورت علاقتهما إلى صداقة. من مواقد المطعم ومواقد المطاعم الملاصقة له يأتي دخان حاملا رائحة الشواء. جاء شاب يحمل صفحة ورق أبيض من الحجم الكبير وإسفنجة مبللة أغلب الظن أن لونها كان أصفر، مررها على الطاولة فرسمت عليها دوائر تداخلت. قبل أن تجف وضع صفحة الورق الأبيض ثم انصرف. يعرف عبد القادر أنه من سيأتيهم بما طلبوه من طعام. بعد دقائق عاد يحمل صحنا صغيرا به زيتون أبيض وأسود، على حبات الزيتون آثار صلصة حمراء حارة. نظرت الحاجة يمنى إلى الصحن، نظرتها تلك أغنت عن كل تعليق. جاء النادل بصحنين فيهما لحم به أثر من جمر. ذكره عبد القادر بأن عليه ألا ينسى طبق اللحم المفروم وبراد الشاي. دوى منبه حافلة للمسافرين كانت متوقفة غير بعيد، ثم شوهد رجل في منتصف العمر يجري نحوها. لما وصل الشاي وصحن الكفتة وما أن بدأ الثلاثة تناول طعامهم حتى وقف عليهم رجل لفحت الشمس سحنته، بيده كمان يحدث ضجيجا. ثم بعد أن انصرف مر بضعة متسولين. أحس عبد القادر بحرج لما رآهم ينظرون إلى ما في الصحون من أكل. منهم من كان يتعمد الوقوف طويلا وإمعان النظر إلى ما على المائدة. قالت الحاجة يمنى لولدها: كان أفضل لنا أن نجلس في الداخل. ذكرها بأنه ما اختار الجلوس على الرصيف إلا تفاديا للحرارة، وحتى يتسنى له أن يلقي بنظرة إلى سيارته من حين لآخر. في تلك الأثناء توقفت سيارة للنقل الجماعي من صنف تلك السيارات التي تربط القرى المجاورة للمراكز الحضرية. من الباب الخلفي وقبل التوقف الكامل للناقلة قفز شاب، ظل ممسكا بالباب، ثم نزل رجل معه امرأة، ما لبث أن اختفيا من المشهد. كان عبد القادر وهو ينهش قطعة لحم ينظر إلى تلك السيارة. الوجوه التي نزلت منها تبدو لقرويين، هيئاتهم هيئات فلاحين، ينزلون ويختفون سريعا في الزحام. ثم تحركت السيارة، كان ذاك الذي نزل منها أولا آخر من ركب. شاهده يغلق الباب. نظر عبد القادر بتلقائية إلى الجهة التي ركن فيها سيارته. واصل الأكل ثم عاود صب الشاي لوالدته وزوجته. عند باب المطعم مغسلة، نهض يريد غسل يديه ثم عاد إلى مكانه. نهضت زوجته ومعها والدته وتوجهتا إلى المغسلة. جال بنظره في المشهد، الناس يتحركون في كل الاتجاهات. ألقى بنظره نحو سيارته، لم يرها، لا يصدق أنها اختفت. يحاول أن يفتح عينيه أكثر، لم تعد هناك، مكانها سيارة نفعية قديمة. لم يقوى على الوقوف، لمح زوجته وأمه عائدتين. راع منظره رشيدة زوجته، بدا مضطربا، تماسك، ولما عادت أمه إلى مقعدها نهض ومشى إلى حيث كانت سيارته مركونة. كانت هناك مكانها خلف تلك السيارة النفعية، وحتى يصدق أنها هي، ضغط على زر فتح الأبواب في المفتاح. ومضت أضواء الإشارة، لم يكن بحاجة إلى فتح الباب. ضغط من جديد، أومضت أضواء الإشارة. أحس بالدم يتدفق ساخنا في عروقه وأقبل على أمه وزوجته مبتسما. كان لا يزال في البراد بعض الشاي، ملأ كأسه إلى النصف. اقترب من رشيدة وقال لها: لم أحس بمثل ما أحسست به قبل قليل، لم أرى السيارة وحسبت أنها سرقت. التفتت زوجته فوقع بصرها على تلك السيارة النفعية القديمة، قالت: إنها ليست مكانها. ضحك: هي خلف تلك العربة. لم تنتبه الحاجة يمنى إلى ما دار بينهما، أشار إلى النادل، دفع له ثمن ما أكلوه. لما وقفوا يهمون بالتوجه إلى السيارة، رأى تلك العربة النفعية تغادر موقف السيارات وتأخذ وجهة الخميسات. على متنها ثلاثة بدوا له شبانا دون الثلاثين.
في وجه أحدهم لحية متناثرة. الذي جلس بين السائق والملتحي كان يعتمر قبعة تمازج فيها الأزرق مع الأحمر. قبل أن يبلغوا السيارة ضغط عبد القادر على الزر فالتمعت أضواء الإشارة. فتحت رشيد الباب وساعدت الحاجة على الدخول إلى السيارة، ولما استوت مكانها أغلقت الباب. مضت إلى مقعدها بجانب زوجها، ما أن جلست حتى انتبهت إلى أن الصندوق الداخلي للسيارة مفتوح، لم يعد فيه شيء. اختفت حقيبة يدوية كانت تضع بها أوراقها وبعضا من حليها. لم يكن عبد القادر قد أدار المحرك بعد لما انتبه بدوره إلى ما حدث. نزل وفتح صندوق الأمتعة، اختفت الحقيبتان اللتان كانتا هناك، لا يبدو على الأقفال أثر كسر. مضى يبحث عن حارس السيارات ولكنه لم يكن هناك، ثم ظهر له. تقدم نحوه وقال له إن سيارته تعرضت للسرقة. بدا الحارس وقد فوجئ بما حدث، قال إنه لم يبرح المكان وإنه كان يطوف به طوال الوقت. جاء معه ليعاين السيارة، لم يكن بها كسر. ظن عبد القادر أن الشبان الثلاثة الذين كانوا على متن تلك السيارة النفعية هم من سرق أمتعته. صحيح أنه شاهد السيارة تغادر الموقف وتأخذ طريق الخميسات، ولكنه لا يدري وجهتها الحقيقية. أبلغ والدته بالأمر لما رأى أنها بدأت تقلق. مضى إلى مركز الدرك وأبلغ عن السرقة التي تعرض لها. قال إنه يشك في ثلاثة كانوا على متن سيارة نفعية ركنوها أمام سيارته وغطوا عليها. اعتبر نفسه محظوظا إذ لم يترك في السيارة الوثائق الخاصة بها. طمأن أمه أنه سيواصل الطريق إلى فاس بالرغم من الذي حدث. كانت الساعة تقترب من الثالثة والنصف لما انطلق من العرجات. يعم الصمت ولا يسمع إلا هدير المحرك. بعد أن قطع نحو 10 كيلومترات تراءت له سيارة نفعية تشبه تلك التي شك في أن من كانوا عليها هم الذين فتحوا سيارته واستولوا على ما كان بداخلها. لم تكن سيارة فريدة. ثم بلغها، يكاد يجزم الآن بأنها السيارة نفسها. ثم ظهر له ذاك الذي كان يعتمر قبعة يبدو وحيدا. تمهل عبد القادر، وقبل أن يتوقف رآه صاحب القبعة. تراجع قليلا عن السيارة، ترجل عبد القادر، يبدو أن إحدى العجلات تمزقت. تظاهر بأنه يريد مساعدته، ولكنه لاحظ أن ذلك الشاب ينزع إلى التراجع. هل أستطيع مساعدتك؟ سأل عبد القادر. لا، أصدقائي سيأتون بعد قليل، ذهبوا لإصلاح العجلة. كان عبد القادر بجوار السيارة تماما لما رأى في الجزء الخلفي منها متاعه المسروق. تظاهر بأنه غير معني واقترب أكثر نحو ذلك الشاب وباغته بلكمة قوية صوبها إلى جبينه. لم يصدر صرخة ولا تأوه، ولكنه هوى على الأرض. نظر عبد القادر يمينا ويسارا، لم يظهر له أحد. حمل حقيبتيه وفتش مقصورة السيارة النفعية، لم يعثر على الحقيبة الصغيرة لزوجته. وضع الحقيبتين في صندوق الأمتعة من حيث جاء بحبل كان هناك، شد وثاق ذلك الذي كان ملقا على الأرض وسحبه إلى دومة كانت تبعد ببضعة أمتار. ركب سيارته وعاد مسرعا يريد مركز الدرك. قبل أن يصل صادف دورية استوقفها. رافقه الدركيان إلى المكان الذي ترك فيه ذاك الشاب. لم تكن قد مرت سوى 10 دقائق، السيارة النفعية لا زالت مكانها. وبينما كان الدركيان يعاينان ذلك المكبل اليدين والمقيد الرجلين، ظهر رجلان نزلا من شاحنة مرت من هناك. كانت معهما عجلة سيارة. ما أن انتبه إلى وجود رجال الدرك حتى ترك العجلة وأطلق ساقيهما للريح. لم يبتعدا كثيرا، تم الإمساك بهما. أثناء الاستماع إلى الثلاثة اعترفوا بأنهم قاموا بفتح السيارة بعد أن تأكدوا أن أصحابها مطمئنين في المطعم واستولوا على ما كان بها من متاع.
اعترفوا بأن السيارة النفعية التي يتحركون على متنها سرقت من القنيطرة وتم استبدال ألواحها المعدنية. اكتشفت لدى الثلاثة مفاتيح عدة لسيارات من ماركات مختلفة وأخرى تفتح كل الأقفال. اضطر عبد القادر إلى العودة إلى الرباط حيث أمضى الليل. في الصباح الباكر انطلق إلى فاس. بليدة في مرحاض المحطة. في المحطة الطرقية تجاهلت المرأة ذات الجلباب الأزرق الفاتح تلك اللوحة التي كتب عليها يمنع منعا كليا إدخال الأمتعة إلى المرحاض، لعلها لا تعرف القراءة. في كل الحالات لم يوقفها أحد وهي تمضي إلى داخل بيت النظافة. قد يكون مر ربع ساعة لما غادرت المرحاض، حتى المنظفة لم تكن هناك في تلك اللحظة من ذاك الثامن من ماي من العام 93-900. في المحطة الطرقية لفاس تفضي الباب إلى شارع أبي بكر بن العربي، وما لبثت المرأة أن ذابت في تلك الحركة التي تمضي في كل الاتجاهات عند مدخل المحطة الطرقية. مثل هذا المشهد قد يتكرر عشرات المرات عند مرحاض المحطة دون أن يثير اهتماما ولا استغرابا، ولكن الذي أثار الانتباه تلك الصرخة المدوية التي أطلقتها المنظفة بعد أن دخلت المرحاض. اكتشفت على الأرض مولودا لف بعناية في غطاءين أو ثلاثة. كان نائما ولكنه استيقظ حينما صرخت المنظفة. خرجت تولول، لا أحد سينفي عنها تهمة التواطؤ مع تلك التي تركت وراءها الرضيع على أرضية المرحاض. أسرع نحوها الحارس وشرطي كان هناك. حين نطقت بما جعلها تصرخ تقدم الشرطي نحو باب مرحاض النساء. كان الرضيع مكانه يصرخ. كانت الكومة الصغيرة من الأثواب التي لف بها تتحرك. طلب الشرطي من الحارس ألا يدع أحدا يدخل إلى دورة المياه. أغلب الذين منعوا من الدخول انتابهم الفضول وظلوا يقفون هناك ينتظرون أن يأتيهم النبأ اليقين. شاع أن إحداهن تخلت عن وليد في المرحاض. كانت تعاليقهم شتم ولعن واستنكار. منهم من وقفوا يقرؤون تلك اللوحة التي تقول يمنع إدخال الأمتعة إلى المرحاض، وكأنهم يكتشفونها للمرة الأولى. ثم عاد الشرطي ومعه شخص آخر لعله المسؤول الأول عن المحطة. تقدم بدوره نحو مرحاض النساء، أطل دون أن يدخل. كانت كومة الأثواب الصغيرة قد هدأت. يتلهف الفضوليون إلى معرفة تفاصيل الذي يجري. الحافلات تواصل مغادرتها المحطة مخلفة وراءها دخانا ذا رائحة قوية. ووراء من تحلقوا جهة المراحيض يواصل المسافرون تدفقهم داخلين وخارجين يحملون أمتعتهم. بدا أن المسؤول عن المحطة ينتظر وصول فريق من الشرطة القضائية. لم يطل الانتظار فقد شهد حارس المحطة يأمر الناس بالابتعاد وتمكين الشرطة من الوصول إلى مرحاض النساء. كانوا ثلاثة أفراد، كان أحدهم يمسك ملفا بينما في يد آخر آلة تصوير. ثم رؤي وميض الفلاش. حمل أحد أفراد الفريق الوليد. أعناق كثيرة كانت تتدافع. قالت امرأة إنها أنثى لأنها لفت في أثواب وردية. وبينما مضى رجل أمن إلى السيارة يحملان الوليد الذي ترك في مرحاض النساء، تقدم الثالث إلى المنظفة. قالت إن التي تخلت عن الوليد هناك إنما فعلت في غفلة منها، لعلها تحينت تلك اللحظات التي تغيبت أثناءها. ادعت أنها ذهبت تسأل عن رسالة كانت تنتظر أن تأتيها من أقارب لها في مكناس. كان أغلب الفضوليين قد اتبعوا من حمل الوليد إلى سيارة الشرطة. لاحظ الضابط الذي كان يسائل المنظفة أن امرأة تتسول تتخذ لها مكانا مقابلا للمراحيض. توجه إليها. لم تستطع أن تخفي من عينيها حالة الإرباك التي اعترتها. قبل أن يسألها الضابط بادرت إلى القول إنها لم ترى شيئا. ظلت تكرر أنا لم أرى شيئا، أنا لم أرى شيئا، بل إنها همت بالنهوض من مكانها. أشار إليها الضابط أن تظل حيث هي. وكيف عرفت أنني سأسألك وعما سأسألك؟
ظلت المرأة صامتة. لما لا تجيبينني؟ أنا لم أرى شيئا، كررت المرأة. منذ متى وأنت هنا؟ لست أدري، كانت تنظر إلى الأرض. ألا تدرين الساعة التي حللت فيها بهذا المكان الذي كنت تجلسين فيه؟ في كل الأحوال يجب أن ترافقينني إلى المفوضية. أنا لا أريد الذهاب إلى المفوضية، بل ستذهبين وحالا. طلب الضابط من المنظفة أيضا أن ترافقه إلى المفوضية. كانت سيارة شرطة تنتظرهم في مدخل المحطة. عند الاستماع إليها ظلت المنظفة متمسكة بأقوالها ودلت على السائق الذي مضت لتستلم منه تلك الرسالة التي بعث بها أقاربها من مكناس. ظلت المرأة التي تتسول في المحطة تكرر أنها لم ترى أحدا، ولكنها ما لبثت أن نطقت بشيء آخر غير تلك اللازمة: أنا لا أعرف شيئا. قالت إنها رأت امرأة ترتدي جلابة بلون أزرق فاتح تدخل من باب الخروج. كانت تحمل في يدها ما بدا وليدا. تجاوزت المراحيض وتوقفت قليلا ثم عادت. ظلت تنظر جهة مراحيض النساء وكأنها تريد التثبت من شيء ما. كان المارون من هناك قليلون. ثم دخلت المرحاض المخصص للنساء. طال مكوثها هناك. كانت المنظفة غير موجودة لحظتها. ثم خرجت ذات الجلباب الأزرق الفاتح دون أن تتصدق علي ولو بسنتيم. لم تنظر إلى جهتي، مضت مسرعة. في تلك الأثواب التي لفت بها الوليدة، الآن تم التعرف على جنسها، لم يعثر على شيء. تم نقلها إلى دار للحضانة ريثما يتم فك اللغز الذي يحيط التخلي عنها في مرحاض النساء بالمحطة الطرقية. أكدت المرأة التي تتسول أنها قادرة على التعرف عليها إن رأتها مرة أخرى. حين تحليل أقوال المرأة تلك التي تتسول وقد بدت مصدرا وحيدا لمعلومات تبقى شحيحة، مال المحققون إلى أن تلك التي ألقت بوليدتها في المرحاض قد تكون تسكن فاس، وعلى وجه التحديد حيا قريبا من المحطة الطرقية. لم يكن أمرا سهلا البحث في أحياء فاس القديمة عن امرأة لم يتوفر حولها ما يكفي من المعلومات. نساء كثيرات ترتدين جلابيب بلون أزرق فاتح، ولكن الباحثين الذين لديهم خبرة طويلة خاصة لا يستبعدون أن تعود المرأة إلى المحطة، فربما ساقتها عاطفة الأمومة إلى تفقد المكان الذي ودعت فيه مولودتها. ربما كان الأطباء قد رجحوا أن تكون الوليدة التي عثر عليها في مرحاض النساء بالمحطة الطرقية ازدادت قبل 3 أيام على أبعد تقدير. تم تفحص سجلات مستشفى الولادة. خلال تلك الفترة كان عدد النساء اللواتي وضعن أحمالهن يقارب 25 امرأة. كان يتعين البحث عنهن والتأكد من أنهن ما زلن تحتفظن بمواليدهن. لم تكن عملية سهلة. الذين تم تكليفهم بالتقصي تمكنوا من زيارة 18 أسرة كانت كلها تحتفظ بمواليدها. كانت عملية شاقة. لم تكن العناوين كلها دقيقة. مر أسبوع كامل. من حين إلى آخر كان أحد الباحثين يتفقد تلك المرأة التي تتسول في المحطة والتي تبقى الوحيدة التي رأت ملامح تلك التي يفترض أنها تركت والدتها في المرحاض واختفت. ثم حدث الذي توقعه المجربون من الباحثين. كان المكلف بمتابعة المتسولة بصدد الحديث إليها لما مضى نظرها إلى جهة المراحيض. قالت له: أظنها هي، أظنها هي. التفت الباحث جهة المراحيض، رأى امرأة بجلباب أسود تدخل. طلب من المتسولة ألا تتصرف بما يثير الانتباه وأن تركز على وجهها حين تكون مغادرة. لم يمر وقت طويل، غادرت تلك التي ترتدي جلبابا أسود بيت النظافة. ألقت بقطعة نقدية في الصحن الذي وضع على كرسي المنظفة. مرت أمام المتسولة والباحث، لم تطل إليهما النظر ثم خرجت. أكدت تلك التي تتسول أنها المرأة التي رأتها تخرج من المرحاض قبل أسبوع، وأنها تلك التي تخلت هناك عن مولودتها. تبعها الباحث، كان حريصا على ألا يثير الانتباه.
مرت بمحاذاة ساحة بوجلود ثم توغلت في المدينة، بدا أنها غير مكترثة لما يجري حولها. مضت عبر الطلعة الصغيرة ثم دخلت دب بن عايش، كان الباحث يقتفي أثرها، ثم رآها تطرق باب منزل، ما لبث أن فتح ودخلت. لما وصل كان الباب قد أغلق. دون العنوان وعاد أدراجه، مضى إلى المفوضية يبلغ رئيسه بما انتهى إليه البحث عن تلك المرأة التي تخلت عن رضيعتها في مرحاض المحطة الطرقية. دون انتظار تحرك المسؤول عن التحقيق، يرافقه الباحث وضابط آخر. كانت الساعة تقترب من الثانية بعد الزوال لما طرق باب ذلك المنزل في درب بن عايش. قدم رئيس الفرقة نفسه للمرأة التي فتحت الباب، سمحت له بالدخول، سألها عما إذا كانت بالبيت امرأة وضعت حديثا، ولكنها نفت. بدا له أن الأمور قد تعرف بعض التعقيد، فإما أن المرأة لا تعلم، أو هي تعلم وتتستر على الحقيقة لسبب من الأسباب، أو أن تلك المتسولة أخطأت حين دلت على تلك التي اتبعها باحث الشرطة. في جملة الوثائق التي حملها الضابط المرافق لرئيس المحققين لائحة بعناوين النساء اللواتي وضعن أحمالهن بين الثاني والثامن من ماي، كانت ضمن الوثائق التي أودعت ملف البحث والتحري. أخرجت اللائحة ولم يلبث الضابط أن توقف عند العنوان الذي يوجد في درب بن عايش. أعاد الضابط طرح السؤال على تلك المرأة التي تبدو وقد تخطت الخمسين، قال لها إن كانت تعرف عادل المنقوش. كان للسؤال وقعا مجلجلا في نفسها، احمرت وجنتاها واضطربت، ثم ظهرت من ورائها امرأة شابة. أنا عادل المنقوش. نظر إليها الضابط مطولا، تعلمين لما نبحث عنك؟ كانت المرأة الخمسينية خافضة بصرها، ثم ردت المرأة الشابة وبلا تقديم ولا تمهيد، هذه المرأة لم تترك لي من خيار سوى ما قمت به. في المفوضية أثناء تعميق البحث معها علم المحققون أن عديلة ذات 24 سنة تعمل خادمة لدى تلك الأسرة، وأن ابنا لصاحبة البيت يوجد في فرنسا لمتابعة الدراسة، أغواها بأن ادعى ولهه بها. كان في عطلة، وقعها أكثر من مرة، ولما ظهرت عليها علامات الحمل كان قد عاد لإتمام دراسته. قالت إن المرأة أمه حاولت أن تقنعها بالإجهاض، ولما لم تقتنع أرغمتها على ملازمة البيت حتى يقرب موعد الوضع، ثم أرغمتها على التخلي عنها وأن تنساها. قالت إن المرأة كانت توهمها بأن ذاك شرطها لتتخذها زوجة لابنها، ذاك الذي يدرس التجارة في فرنسا. تمكنت عديلة من معانقة والدتها من جديد مؤقتا، فقد بدأت مرحلة المعالجة القضائية لحالتها.